حبيبي. اشتريت لنا اشتري كلها شوكليت وما شوكليت. المن الهاني. ايه لعبة نفسه لانه قلت له صحية. صدق لو ما قايل له احسن. طبعا خلنا نسأل فيرو. هسه راح يشوفكم الفعاليات. ورطني ورطني ماما ورطني. تعال فيرو جربها. فيرو جربها بشرفك. شلونها؟ انا نجربها قبل. ها؟ هي طيبة تصير ويا القهوة صدق يعني. نجرب. شو اسمها الأغنية البارحة اللي شغلناها بالطريق فيرو؟ يا هي الأغنية. والله. شنو هي الأغنية البارحة؟ مونجيناك الهاي. دير بالك من عنده نهائيا لا تاخذ شيء من ايده. هاي اول مره يسووا له حواجبه. لا من اوغادي خليجي بطياره. طياره والله. يعني هو عندنا مشكله. هاي مال زيان. مال زيان عندنا. يعني صدق مشكله. يعني احنا شهر نصيح يا بزين. فعليه وصل للمطار قصنا التيكيت. يجي زين هنا وثاني يوم يرجع. وخذت له سكرين كارت هو مال طيارات. هسه لازم ينزلها بعض الادوار يسويها الشعره. جيبها عمد جيب له اطيب نفس ليفل هذا. دتوقع كلها. شنو تلعب النفس طيبه كلش؟ ماما جربي. ماما جربي. انا ادور صحيات يمه. بس شوي فتحيها زين عم تاخذ. بس غير ماي ام. ما يا مو هسه هاي من واحد لواحد. مو هيك كسرتيها يعني هسه لما تعرفون تفتحون. شلون زوجتي بس صرفتيها؟ والله طيبه وبيها نعناع. بس هم هذول هم مو صحيين. اي صدق. امشي امشي امشي. مرحبا حبايبي شلونكم؟ طبعا انتم بعض الحلقات شايفين بيت استاذ هاني مثل ما يقول ابو انس. ذاك ابني هاني. واليوم دا نحضر تحضيرات. رح اصور لكم افتتاح قناته. واليوم رح نبدي همينا طبخة جديدة وياه. وبعدين يجوز اسوي وياه منافسة. هو يقول لي انتي ما تقدريني. انا قايلة لكم انا مو طباخة اصلية على قد حالي. وهذا انس وفيرو ونور دي يشتغلون. وفيرو اجيب سيارة وكليها كلها. ابو انس سلم عليهم. هلا. شنو؟ شلونكم؟ القناة استاذ هاني تحت شعار استاذ هاني. هو طلع هذه القناة مالته. وقف مراسل جاني عيض مراسل جاني عيض مراسل جاني عيض يحضرون للتصوير. ودا نشوف مهارات استاذ هاني. وهسه وحده من الحلقات انا راح انافسه. يعني نسوي تحدي. ولو انا متاكده هو راح يربح. لكم انا بالطبخ سكتوا. هسه هو هاي شوف تشتري. بس دا نشوف شطاره النسوان وشطاره الزلم. دا نشوف. طباخين الماهرين بالعالم كلهم مسلمين. شنو كيفكم؟ صدق؟ والله. بس احنا أمتع. هي اصلا احسن على مود. ما يقولون هي ما ادري انا حسب ما مجربه من انتم ثلاثه تكون تدخلون للمطبخ يصير المطبخ السعيد. اي هاي خلل لان انت عودتينا طول حياتنا انه وين تطبخين. اي هاي هم صحيح. مو صحيح؟ اي فهنا القضيه بس اعتمد على نواره لان ما لا يسمعون. انا اللي علمتها. زين مام سعاد. ها حبيبي. وهي المراه ليه يقولون مكانها المطبخ؟ وانا حسبت انه الرجل يطبخ احسن. اي صحيح. لا واني هسه اللي ثبتت انه صحيح اني عودتكم والنوره كنت عاملها غير معامله انه تعاي دخلي وياي للمطبخ ساعديني. لهذا هي تعرف مو مساله امتياز انه المراه هي طباخه ماهره. بعدك اليوم شغلتي الله يعافيك. احسنت ان شاء الله. المتابعين عائله حبايب قلبي يتابعوني انا سفيرة ونورة. اريد يوصلون قناه استاذ هاني اول يوم. اول 100,000. لا اني بلا ما اقول لهم احبابي فزعتهم. هي بيها متعه. اي هي بيها متعه وراح نسويها كلها فان وفرح وحياه اسريه عاديه. العراقيين شلون عايشين همينا بالمهجر قلت المثل. وهمينا شلون حياتنا اللي عاداتنا ما نتخلى عنها بالطبخ بالجمعه مالتنا. هاي هاني طبعا احتر ونزع هذه.
تشوفون هاي اول خطا. زين جايب لكم هاي المعينه الحلوه. شنو هاي المعينه الحلوه؟ يجوز الماعون يطغي على طبخته، يجوز طبخته مو ناجحه، انتوا عود بعدين حكموا ها، بس الماعون راح يغشكم جميل. ايش محطوط هنا؟ غوارتي ام سعد، غوارتي ها. دقيقه هسه شنو بتليفوني؟ انا سبعة تليفون. تليفون ترى مو تليفونك. هاي طبعا عندك رجولة انس وفيرة ونور دساعد. هذا تليفوني؟ هذا تليفونك؟ ايه. وسووا خطا انه ما القوا الكاميرا الاخرى. ما نور اقول لك هو هذا هسه على جيه انا اصور لكم شيء الطبيعه قبل ما يبدي الحلقه اكيد راح تشوفوها الحلقه الصحيحه على قناه. شكرا ماما ريد استاذ هاني وعلى قناه ما هو عاد ما يفيد ان شاء الله الحكي ما راح اجبريها وياي هسه نشوف هسه نشوف هسه نشوف اقول لك شاي بهوه بهوه ايوه شيء راح من غدا على شويه عادي شايل طالعين بالقناه لا دا تخرب عليك هاني انت تريد ماما سعد بالقناه ماما سعد حتى تتعلم من عندي شلون انا دا اسوي انا اتعلم منه استاذ هاني فتح قناه مال طبخ وهسه كملنا التصوير وميتين جوع وماما سعاد ونوره وفي ردي اشتركوا بالقناه مالته اريدها توصل 100 ألف بيوم واحد بيوم واحد